السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى، نجدد اللقاء بكم من جديد وأتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. مثل ما نقدم فيديوهات لطريقة استحصال الفيز، أيضا نقدم في هذه القناة الرشد والإصلاح بالنسبة للمهاجرين. يعني أكثر من مرة تكلمنا عن قبرص اليونانية وقلنا هناك تلكؤ بعمليات اللجوء. الآن أكثر من 70 مهاجرا عالقون في المنطقة العازلة في قبرص، يعني بحسب قولهم أتينا لنطلب اللجوء فوجدنا أنفسنا محتجزين في العراق. إخواني الاحتجاز مو هم رافضين أنه يرجعون، لا، تركيا ما تقبلهم وقبرص ما تقبلهم، فأصبحوا في المنطقة العازلة، وراح أشوفكم المنطقة العازلة أين توجد تحت أشعة الشمس الحارقة وبين الأفاعي والثعالب والحشرات. يعيش أكثر من 70 مهاجرا، لاحظوا كيف وصلوا إلى هذه المنطقة، في مخيمين أنشأتهما مفوضية اللاجئين مثل ما تشوفون بالصور في المنطقة العازلة في قبرص، وذلك بعد أن دفعتهم السلطات القبرصية، انتبهوا، السلطات القبرصية هي اللي مرجعتهم إلى هذه المنطقة ورفضت استلام طلبات لجوئهم وفقا لرواية المهاجرين والأمم المتحدة. إخوان خلي الآن نشوف المنطقة الفاصلة. مثل ما تشوفون هذه هي قبرص، أني راح أصغر وأكبر الخريطة. هذه هي قبرص، هذه هي مقسومة قسمين، التركي والقبرصي، قريبة على لبنان، قريبة على سوريا، قريبة على تركيا. إذن إخوان الأعزاء راح نكبر حتى نشوف المنطقة الفاصلة اللي تم احتجازهم هناك. طبعا هذه هي، أنا كبرتها حتى تشوفون، لو تلاحظون هذه الخطين اللي مخططتها طبعا الأمم المتحدة، هذه المنطقة هي الفاصلة. لاحظوا إخواني، هذه هي المنطقة الفاصلة، تقسم بالضبط، تقسمهم إلى قسمين، قبرص اليونانية وقبرص التركية. طبعا قبرص اليونانية مثل ما تعرفون هي من ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي. هذه الخطين الحمر، هذه هي المنطقة الفاصلة، يأتون بزوارق طبعا سياحة إلى قبرص التركية من هذا الاتجاه، وأيضا القادمين من هذا الاتجاه بطريق طبعا لبنان يأتون إلى قبرص التركية، وبعدين إلى السواحل الآمنة يسموها عن طريق المنطقة الفاصلة. الآن هناك أكثر من 180 ضابط يراقبون هذه المنطقة، طبعا راح يضعون شريط فاصل وأيضا سياج مثل اللي عملته ليتوانيا وبولندا، ومراقب بالكاميرات. إذن إخواني خلينا نكمل الخبر معاكم. بحسب رواية المهاجرين قالوا أتينا هنا لطلب اللجوء والحماية، لكننا لم نحظى بأي منهما، لم نرى سوى هذه الغابة بصوت متعب وجسد نحيل. يصف إبراهيم الشاب السوداني ذو 24 ربيعا ما عاشه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في مخيم المهاجرين المقام في المنطقة العازلة بين شقي قبرص الشمالي والجنوبي، الذي يضم 48 مهاجرا من بينهم نساء وأطفال. ومنذ منتصف مايو آيار الماضي دفعت السلطات في جمهورية قبرص أكثر من 70 مهاجرا إلى المنطقة العازلة التي تقع تحت مسؤولية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مما اضطر الأخير إلى إنشاء مخيمين لإيواء هؤلاء المهاجرين. يعني إخواني أنتوا اللي تفكرون بالذهاب إلى هذه المنطقة، مثل ما شفتوا بالصورة هذه هي المنطقة العازلة، يعني حذاري من هذا التصرف، لأن قبرص مدى تقبل أي إنسان يقدم بها لجوء. ويحاول المهاجرون عادة الوصول إلى جمهورية قبرص الجنوبي قادمين من الجانب الشمالي التركي للجزيرة، وذلك بمساعدة مهربين على أمل طلب اللجوء في الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي. وشاعت طريقة الهجرة هذه خلال الأعوام الأخيرة، فيما اتهمت السلطات القبرصية الحكومة التركية بتسهيل وصول هؤلاء المهاجرين عن طريق منحهم تصاريح سفر خاصة بالطلاب ليصلوا إلى الشق الشمالي ويتسللوا بعد ذلك للجنوبي. إخوان قبرص اليونانية كان بيها نظام يسموا نظام المسارات الآمنة أو آلية التضامن الأوروبية. هذه الآلية تساعد المهاجرين بالذهاب إلى ألمانيا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا.
هذه الدول الكبار الأربعة قررت مساعدة هذه الدولة البسيطة على تحمل أعباء المهاجرين والسفر إليها. ولكن في الفترة الأخيرة هذا النظام وقفت نفس قبرص وقفت هذا النظام وقالت نخاف من الاستغلال ونخاف أن نكون وجهة للمهربين ووجهة للمهاجرين يأتون ثم يذهبون بالمسارات الآمنة أو آلية التضامن الأوروبية إلى هذه البلدان. وأكمل إبراهيم وقال ما حدث معه يوم 15 آيار مايو الماضي قال لنا المهربون في شمال قبرص إن نسير باتجاه معين عبر المنطقة العازلة على أساس أن الشرطة القبرصية جنوبا ستعثر علينا وتأخذنا إلى مركز تسجيل طلبات اللجوء برونارا، لكن على العكس من ذلك عندما عثر علينا عناصر الشرطة أمرونا بالجلوس على الأرض وصوبوا أسلحتهم باتجاهنا قبل أن يأمرونا بالعودة سيرا على الأقدام إلى الشق الشمالي. وأكد إبراهيم أن طلب من رجال الشرطة مرارا وتكرارا أن يسمح له بشرح وضعه ورغباته بطلب اللجوء إلا أنهم كانوا يجيبون جملة واحدة بالإنجليزية We don't I care، يعني لا نهتم، أي نحن لا نهتم لا نكترث لهذا الأمر. وبعد 5 ساعات من السير تحت أشعة الشمس في المنطقة الجافة جدا فقد إبراهيم والمهاجرون الذين كانوا معه الأمل بالوصول إلى وجهتهم وجلسوا على الأرض من شدة العطش والتعب إلى أن لاحظوا وجود قاعدة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام بجانبهم يتابع الشاب. وصلنا إلى القاعدة العسكرية وأخبرناهم بما حدث فتواصلوا مع مفوضية اللاجئين، وقبل انتهاء اليوم كانوا قد نصبوا لنا خياما، ومنذ ذلك الحين لا نعلم أي شيء عن مستقبلنا ولماذا حدث هذا معنا وماذا سيفعلون بنا. كل ما أريده هو أن أعيش في مكان آمن دون أي خوف من احتمال أن يرسلوني إلى السودان مرة أخرى. طبعا مثل ما تعرفون حرارة شديدة، الغبار، الرطوبة، ومخاوف من الأفاعي والحشرات. طبعا هذه المخاوف هي من وجهها المهاجرون إلى باقي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.